شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. you
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا إن أهلها كانوا ظالمين قال إن قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن
إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين Thank you.
وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما وهو العزيز الحكيم
حكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله.